وينضم إلينا من القدس المحتلة مراسل غدة أحمد البودير. مرحبا بك أحمد. يعني نتنياهو يحذر شركائه في الائتلاف من محاولة إسقاط الحكومة متعهدا باستمراره في ممارسة مهامه، إضافة إلى توليه حقيبة الدفاع التي شغرت باستقالة ليبرمان. ما مدى اقتناع شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم مع قرارات نتنياهو هذا، وما هي ردود أفعالهم الأخيرة أحمد؟ يعني لا أحد في إسرائيل حتى مقتنع بما تحدث به بنيامين نتنياهو. أمس كان دعاية انتخابية أكثر منه خطاب يتحدث فيه عن ضرورة الإبقاء على هذه الحكومة. إسرائيل مرت بظروف أصعب من ذلك بكثير، وكان دائما ما هنالك انتخابات مبكرة، ذلك لا يمنع ما الذي يحدث. ولكن بنيامين نتنياهو أمس في وزارة الجيش الإسرائيلي تسلم مهامه، وبالتالي هو أصبح وزير الجيش، وزير الخارجية، رئيس الوزراء، وهذا طبعا لم يحدث أبدا في تاريخ الدولة العبرية، وهذا طبعا تحكم في سلطات مهمة وتنفيذية في الدولة العبرية. على صعيد آخر، الحزب الآخر وهو حزب البيت اليهودي، من المفترض اليوم أن يكون هنالك مؤتمر صحفي لزعيم الحزب نفتالي بنت، الذي طالب بوزارة الدفاع أي وزارة الجيش الإسرائيلية، وقال بأنه إذا لم يتسلم هذه الوزارة يمكن أن يستقيل، وبالتالي ينسحب هذا الحزب من الائتلاف الحكومي، وبالتالي ينهار الائتلاف الحكومي وحل الكنيسة. لكن بنيامين نتنياهو كما جرت العادة سياسي مخضرم، يعرف كيف يناور، يحاول خلال الساعات الصباح الأولى أن يتحدث مع أعضاء حزب البيت اليهودي لإقناعهم بعدم وجوب الانسحاب من الائتلاف الحكومي. كل شخص فيهم العملية الآن يحاول أخذ الحيطة والحفر لكي يخرج من الحكومة إلى انتخابات مبكرة، وهو بشكل إيجابي، لأن كل ما يجري عمليا هو جزء لا يتجزأ من دعاية انتخابية قد تنفعهم إذا ما تم الدعوة لانتخابات مبكرة في الدولة العبرية، ناهيك عن أن المجتمع الإسرائيلي ما زال منقسما بين من يريد الذهاب مع ليبرمان إلى حرب مفتوحة في قطاع غزة ويقوم بمحي قطاع غزة عن بكرة أبيها، وهنالك جزء وهو جزء كبير حقيقة من المجتمع الإسرائيلي الذي لا يريد أن يرى الحروب والصواريخ، لأن ذلك سوف يضر الاقتصاد، سوف يضر السياحة، سوف يضر الاستثمارات الخارجية، ولا يوجد هنالك في نهاية المطاف بد من وجود الفلسطينيين في قطاع غزة بصواريخهم بإمكانياتهم المتواضعة. وبالتالي المجتمع الإسرائيلي لا يجمع على هذا الموضوع. شعبية بنيامين نتنياهو خلال 48 ساعة الماضية بدأت بالانخفاض تدريجيا، ومعه حزب الليكود، إلا لو أجريت انتخابات مبكرة فإن حزب الليكود لغاية الآن سوف يحصل على أعلى المقاعد، ولكن ذلك لا يعني بأن الانتخابات بعد 3 أشهر أو 6 أشهر أو حتى في موعدها المقرر في تشرين نوفمبر من العام القادم سوف تأتي بنفس النتائج، وبالتالي هذا يعتبر زلزال لمستقبل بنيامين نتنياهو، وبطبيعة الحال هو يحاول تقليل الخسائر قدر الاستطاعة. نعم أحمد البوديري مراسلنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك.